كنت انت بغيتي تحتج عند قبل قليل كنت تحتج امام المحكمه علاش ما كانش يحتج كانش يحتج ملي جاو شافهم كان غادي معاهم خليه ضربوا ديك الساعه انا جاو عندي مع الفجر يلا صليت جاو شكون جا عندك جاو عندي هما يا شكون هما كان تعوام ضغطوا علينا خرجت عندهم قلت لهم السلام عليكم وعليكم السلام قالوا لي كلم بواك قلت لهم علاش قالوا لي غا كلمه بغا يهضر معايا المهم خرج بابا با مريض عيان قالوا تمشي معنا ود خالتي حق حنا عائلته قالت تمشي معنا تمشي معنا ود خالتي قال لهم با راني مريض ما فيا ما يمشي راني مريض غنكتب ود خالتي تشوف حالتي راني بدوك قال لي با سير معاك قال با راني خدام ما نمشيش قال له ولدي الله يرضى عليك غاسير المهم خرج عندهم قلت لهم علاش نمشي وشنا كاين بعدا قال لك ما غات واحد الدقيقه توقف معنا وغتولي بحالاش قلت لهم واخا فيها ماشي مشكل المهم طلعش معاهم جيت لهنايا عودنا ما عرفنا حتى شي حاجه فاش جيتو الى الطرونسبور الطوموبيل ديالهم الطوموبيل ديالهم باش شريتي عضو رئيس ديال الجماعه المهم جيت معاهم لحقنا لهنايا هودنا فاش جلسنا معاهم باش نسول اللي معاهم تما كنقول لهم علاش زعما هذا الشيء علاش زعما حنا هنايا قالك اخويا والله كلهم كيقول لك اخويا ما نعرفش حنا ما عارفينش حنا بحالنا بحالكم المهم وقع شويه هو اللي كيتلاقاني لقاوني هادو قالوا لي شنو كدير انت هنايا قاش هادو الدراري صحابي قالوا اش كدير انت هنايا قلت لهم انا براسي ما عرفتش شنو كندير هنايا انا راه نوضوني هاد الناس قالوا تعال معانا توقف معنا واحد الدقيقه انا اصلا كنت راسي نفس المهم حافظ قال لك شنو كاين شنو كاين انا كنولي نسلك في الحاله شكرا.